أنا على الهاتف المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة. باشمهندس مساء الخير. أهلا بيك زي حضرتك. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. أهلا بيك فندم. أهلا بيك فندم زي حضرتك. كنت دردش معاك بالأمس كده، كنت عايز أفهم عشان كان الناس بتسأل الله طب وإحنا ما ابتديناش من أول السنة ليه؟ فاحكي لنا بقى كده أنت بتفاصيل أكتر من اللي أنا قلتها، يعني إذا كنت سمعتني وبرضه فاهم الناس هو إحنا بنشتغل في إيه؟ يعني احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ تمام، هي البدايه كانت السنه اللي فاتت مش من دلوقتي، من اول مجلس اداره ما الانتخابات ما خلصت كان في خطه طبقا للبرنامج الزمني لمجلس اداره، كان في من ضمن المشروعات المرحله الثانيه لشيخ زايد كانت عباره عن مبنى اجتماعي جديد، مسجد بيسع 1000 مصلي رجال و350 مصلي سيدات. ده اللي هيتعمل دلوقتي دي المرحلة الثانية اللي احنا بدأنا نجهز فيها من السنة اللي فاتت. ايوه وبعدين لا اتحرك شوية يا باشمهندس، اتحرك شوية يا باشمهندس عشان الصوت. تمام، ملعب كرة قدم اثنين ملعب كرة قدم للأكاديمية. تمام، بدأنا بأعمال التصميمات، قعدنا مع الأجهزة الفنية كلها، عرفنا طلباتهم إيه، وجهزنا رسومات، جينا نقدم في الجهاز الشيخ زايد، وجئنا إن الأرض عليها إيقاف أعمال. في قرار يعني بإيقاف العمل؟ قرار من هيئة المطافة العمرانية وجهاز الشيخ زايد بإيقاف الأعمال لوجود مخالفة في الأرض النادي. المخالفة دي عبارة عن إيه؟ إن حصل خطأ في تنفيذ المخطط العام والقرار الوزاري المعتمد من المجلس السابق في حمام السباحه ومنطقه جلوس الاعضاء. انت لازم نلتزم بالقرار الوزاري في جميع مراحل تنفيذه، بالطرق، بالممرات، بالمسطحات، بامان جلوس الاعضاء. يعني حصل تعديل على التصميم اللي واخد الترخيص. اللي واخد بيه الاعتماد المخطط من هيئه المطافات العمرانيه. طب ما هو اذا كان التصميم ده يعني في اطار التطوير والتوسعه على الاعضاء، يعني حتى لو كان في اطار التوسعه على الاعضاء لازم تقدم ورق الاول للاعتماد. انت اشتغلت من غير ما تاخد موافقات على التعديل. بالظبط، فطبعا هم ده قانون، يعني مش بينطبق على الكل. ايوه، قال لك ده كده خطا ولازم نصلح المخالفه. طب نصلح المخالفه ازاي؟ نشوف بقى المخالفه دي تقدر بقد ايه. عملنا رسم جديد للي ما تم تنفيذه ورحنا بيه هيئه المطافات العمرانيه، والاستاذ العام فاروق كان متواصل جدا معايا في الجزئيه ديت، وقعدنا مع الهيئه مشوار طويل قوي يطلعوا مخالفه كبيره نقلل، لحد ما وصلنا ان المخالفه تقريبا في حدود 5.5 مليون جنيه. النادي الاهلي عايز يسرع وعايز يشتغل بسرعه. طب احنا هندفع جزء لحد ما يطلع قرار رسمي من الهيئه بالمخطط الجديد بعد التعديل، يعني النادي كان عايز يسرع الشغل باسرع ما يمكن. بس مش هيستنى لما المخالفه تقدر من اللجان المختصه وتاخد الوقت اللي حضرتك عارفه. فعلا دفعنا 1.5 مليون جنيه وبداوا يستقبلوا مننا الرسومات اللي كنا عاملينها من سنه. وبدأوا يراجعوا معانا وفعلا بدأوا إصدار تراخيص بعض المنشآت زي صالة الكاراتيه وزي مجمع الاسكواش والمبنى الاجتماعي اللي حضرتك بتعرضه. ده المبنى الاجتماعي اللي هيبقى ده المبنى الرئيسي بقى. ده المبنى الرئيسي على مسطح 1170 متر. وده ماكيت ولا ايه اللي احنا دي الرسومات؟ لا الرسومات اللي عاملها المكتب الشاري هيبقى منظره، دي الواجهات اللي هنشوفها ان شاء الله لما يخلص. حاجه شيك الحقيقه جدا. تمام، فده اللي عمل الفتره الطويله دي ليه ما اشتغلناش. ايوه، انت احنا دفعنا 1.5 مليون ولا 3 يا سامي؟ دفعنا الاول 1.5 مليون، بعد كده الهيئه المطافه العمرانيه كبرت المخالفه ب 5.650 مليون. دي القيمه الاجماليه للمخالفه، وجت مطالبه رسميه للنادي بهذا المبلغ علشان تسدد. اول ما سددناها كويس، يعني احنا سددنا المبلغ بالكامل دلوقتي يا فندم. سددنا المبلغ بالكامل ولا
احنا فهمت ان احنا سددنا 3 مليون جنيه، 1.5 في 1.5. تمام، فاضل تكمله المبلغ هنكمله وهنكمل اللي زي ما طلبتهم. الاهم من ده كله بقى كمان ان احنا خدنا المخطط المعدل. يعني التعديلات خدت الموافقة عليها فعشان تتفادى الخطأ اللي حصل. بالظبط، بتاريخ 6/8 السنة دي 2019. يعني احنا لسه، يبقى هو ده اللي كان عطلكم بقى على الشغل. اللي قعدنا معطلنا أكتر من سنة. تمام. لو حضرتك هتبعت حد بكرة الشيخ زايد هتلاقي احنا بدأنا فعلا من بعد العيد أعمال التسويات وللمنطقة الجديدة اللي هي المرحلة الثانية بالكامل. وحنبدا ان شاء الله باذن الله خلال سنه نسلم المشروعات دي تباعا ورا بعضها. يعني باختصار شديد المستهدف انك تسلم التطوير ده في نهايه الموسم كاملا، يعني هتسلمه تباعا لحد ما ينتهي في خلال عام. تمام. ماشي يا سامع، ده حاجه جميله جدا يعني. الحمد لله يا ربنا. حبيت بس اوضح الصوره كامله للناس، فاكره ان الموضوع متعطل خالص. طيب طمنا الجزيرة بقى، بقية الأسوار والبوابة الرئيسية إمتى يتم تسليمها؟ إحنا البوابة كان في جزئية في التراخيص حاليا شغال عليها جهاز المشروعات. أول ما يخلصوها إن شاء الله هنبدأ فورا ننفذها زي البوابة مدينة نصر اللي هتفتتح قريبا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. الحاجة اللي غير كده كمان، إحنا حاليا شغالين في إعداد المؤسسات الخاصة بالدور الاول والثاني في المدرج. احنا فتحنا الدور الارضي بالكامل لجهاز لفريق كره القدم. الدور الاول هيبقى عباره عن غرف فندقيه للفريق الاول. يعني تقدر تعمل معسكرات بقى جوه النادي. تمام. جميل. والثاني غرف خلع ملابس لفرق الطايره والسله واليد علشان نهد المدرج القديم ونوسع بقى النادي كده ويروح على الاطراف. بالظبط. فده اللي جاي ان شاء الله في الجزيره باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. وبرضه متوقع يخلص امتى؟ احنا بس نخلص المؤسسات الاول ونبني معاد. انا احب حاجات محدده عشان طبعا. تمام. شكرا جزيلا للمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي.